أولاد جعلنا حضرتك بقى، كنتقم. هل اللي حصل معاكي زمان نعم، حضرتك بتمارسيه دلوقتي؟ مثلا أعرف إن حضرتك عندك عندي أحمد وسادن. ما شاء الله ربنا يخليهم لك، أحمد 18 ثانوي وسادن بيدرس 13 سنة. أحمد بيدرس طيران برا، ما شاء الله. وسادن لسه بقى في تاني إعدادي سادن ثانوي. عامل إيه بقى هو في سادن معانا القرآن؟ في الكتاب. ما شاء الله. معانا في الكتاب. أنا كان أهم حاجة عندي كان إيقاع الوقت، كان ضيق لكن كنت بجتهد معاهم، حفظوا يعني قدر معقول، مش لم يختموا حفظ القرآن الكريم، وكان طموحي يختموا القرآن لكن انضبطوا في القراءة، وده كان المهم، وخدوا قدر معقول يقدروا يعني يتعبدوا بيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنهم يكملوا المسيرة إن شاء الله. حضرتك برضو مسألة التفرق، حضرتك بالنسبة لأعمال حضرتك متزوجة قبطان بحري مظبوط، فحضرتك المفروض الوقت الخاص بالأولاد أعتقد حضرتك لك الدور الأكبر فيه طبعا طبعا في المسألة دي. طبعا. طيب في بعض الأسر بتلجأ حتى اللي هي مهتمة إن ولادها يحفظوا قرآن، نعم، في دلوقتي أصبح في جروبات ومجموعات على الإنترنت، نعم. حضرتك شايفها إزاي في الوقت الحالي مع يعني تطور طبعا الجروبات دي شكلها ايه؟ يعني بيسمعوا على مثلا الشيخ او المحفظ اللي بيجمع الناس ايوه، والناس دي ويحفظ معتمده ويعني ما فيش ولا فكره ان ابقى مباشر مني لي والله باي وسيله إن كانت يا دكتور يوسف، لانه هي العبره ان احنا بنسعى. يمكن الناس النهارده مع يعني صعوبه الحركه، قله ذات اليد، الارتباط بمشاغل كثيره حياتيه داخل الاسره وخارج المنزل، فبيبقى فيه هناك ضيق في الاوقات، فاذا كانت الناس بتجتهد نقول لهم اهلا وسهلا. بالظبط، اي حتى باب اللي كان للاجتهاد. بيكلمنا ويسال في مساله انه بيقعد مثلا مع المذياع يتابع ويقرا، في بعض الناس ما لا بتعرف تستعمل الكبار شويه، مش متواصلين بالصوره اللي الاجيال الحديثه بتقدر تستعمل التطبيقات دي بصوره اكثر سرعه وفهم. فبيعملوا ايه؟ بيسمعوا المذياع، يستمعوا اليه ويرددوا خلفه. كل اجتهاد من الإنسان إنه يقدر يقرأ القرآن بطريقة منضبطة وسليمة ويحفظ القدر الذي يطيق، ده جهد يشكر عليه وبيثاب إن عليه شاء الله لأنه يثاب سعي. عليه. لكن هنقول إنه الأصل ده لازم نذكر بيه من باب الأمانة العلمية، أن الأصل في تعلم القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم المشافهة. إن أنت حضرتك شايفني وأنا شايفاك، فنقول لك إيه المخرج ده إزاي؟ فأنا ببتدي أقول لك مخرج ضاد غير دال، الصاد غير السين، وبعدين يعني بلا شك انه هذا التفاعل له روحه، ما اقدرش ان انا مهما كان مهما كان. طيب الحاله دي مش موجوده او صعبه او بعض الوقت بتتحقق والبعض الاخر صعب تتحقق، انها بعض بتتحقق والبعض الاخر لا تتحقق، فبنقول الجهد طالما مستمر، طالما بنلتقي باشياخنا من وقت للتاني، وطالما ان احنا حتى على الجروبات دي حققنا خطوات من النجاح في الارتباط بالقرآن الكريم والارتقاء في مسألة التلاوة وحسن تلاوة القرآن الكريم، ما نقدرش نقول بل نشجع الناس على